دكتور سمير حلمي أسعد، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر، كلية الطب جامعة اسكندرية. السؤال اللي جاي لي من المرضى: مضاعفات مرض السكري وكيف يمكن تجنبها؟ الحقيقة المضاعفات طويلة الأمد دي بتبقى حاجات خاصة بالقلب، ضيق في الشريان التاجي أو هبوط بالقلب، في مضاعفات في الكلية اللي هو لا قدر الله الفشل الكلوي، وفي مضاعفات خاصة بالأعصاب، التهاب في الأعصاب، وده اللي بيعمل الآلام، ومضاعفات أخرى. دول أهم ثلاث. طبعا مضاعفات العين، اعتلال الشبكية. طيب إزاي نتجنب الأربع مضاعفات الرئيسية دي؟ وطبعا في مضاعفات أخرى. الطريقة المثلى إن احنا نظبط السكر. أول حاجة لازم السكر يتظبط. هل السكر بس اللي لازم يتظبط؟ لا، لازم نظبط معاه الكوليسترول، ولازم نظبط معاه ارتفاع ضغط الدم، ولازم نوقف التدخين لو في تدخين، ولازم نقل وزننا لو الوزن زايد. ده الخطوة الأولى لتجنب المضاعفات. هل في خطوات أخرى؟ إن أنا أروح للطبيب بتاعي وأحاول إن أنا أكتشف المضاعفات بدري. لو أنا دورت على المضاعفات بدري أقدر أتجنبها. لو أنا سبت لما الوضع يتفاقم هيكون إيه؟ فات الوقت اللي أقدر أتجنبه. يبقى حاجتين: التعاون مع الطبيب إن أنا أكتشف بدري كل المضاعفات أو العوامل اللي تؤدي للمضاعفات، وإن أنا أضبط السكر وكل العناصر الأخرى اللي بتساعد على حدوث المضاعفات زي الضغط والسمنة والتدخين وكوليسترول الدم وطبعا ضبط السكر.